علامات استفهام كتيرة معالي السفير عن مواقف بعض الدول الأفريقية. يعني المفترض أنه يعني الاتحاد الأفريقي أعلن دعمه من زمان للمرشحة المصرية، والمفترض ان احنا نحصل على 17 صوت اللي هم بتوع افريقيا. يعني اه طبعا ايه اللي احنا حصل المفروض بقى؟ نبدا من اول يوم ب 17 صوت على الاقل على غير الاقل. الدول نعم. الثانيه المؤيده لنا، يعني كان المفروض نبدا من اول يوم من اول جوله بحوالي 20 صوت، طب ايه لكن اللي حصل؟ هو يعني حضرتك احنا كنا هنا بنسمع من بعض يعني في الاول احنا دول السياده وقرارات الاتحاد الافريقي، يعني معلش الصوت، يعني الصوت مش واضح. حضرتك كنت بتشير إلى حاجة مهمة. المفروض ان بعض الدول يعني كانت بتدعي انها دول ذات سياده، وانه يعني قرارات الاتحاد الافريقي مش بالضروره انها تكون ملزمه، لكن ده يعني نوع من الخط اللي ممكن هم يسيروا عليه، لكنها مش بالضروره ملزمه. ولكن اعرف كويس انه في جزء كبير من الدول الفرنكفونيه هي مرتبطه بفلك فرنسا، يعني سواء تاريخيا او حاضر في الحاضر او حتى في المستقبل، يعني في فممكن او يكونوا هم يعني يفضلوا فعلا الامر ان هم يصوتوا لفرنسا بشكل يعني اكبر، لكن انا اعتقد ان هم هتنتظم الامور اكثر، لان عندنا وزير الخارجيه مستمر مشرفين على التواصل الدائم مع نعم. وزراء الخارجيه الافارقه، واعتقد ان النهارده بدات البوابه النتيجه هذه الاتصالات نعم. اللي هو نزول المرشحة القطرية ودفاع المرشحة المصرية، مش دفاع يعني جيد، ولكن بدأنا نتيجة هذه الاتصالات يكون لها مردود وأثر إيجابي. التكهنات اللي يعني في ال 24 ساعة اللي فاتت انه احتمال مرشحة مصر تنسحب لصالح المرشحة الفرنسية، ده مستبعد مش كده؟ بعض الاخبار، وطبعا احنا يعني في الاشاعات دي بتبقى من اجل هدم يعني كده الروح المعنويه وكده، لا احنا مستمرين. شكرا شكرا، وبالتوفيق ان شاء الله. السفير محمد العرابي، وزير الخارجيه الاسبق.